مساء الخير جميعا وصباح الفل كل الكل احبائي جميعا المسلسل حتى الان شغال مسلسل فوبيا وانا حتى الان على قوته وباذن الله نكون كلنا على قوته اما اي اجراء انا ما اعلنش عنه فدي حاجه داخليه و كل مسلسل بيحصل فيه حاجات لكن المهم ايه اللي بيطلع بره وايه اللي ما بيطلعش بره واي حاجه حصلت وبتحصل جوه المسلسل ده هي حتى الان في نطاق اسري واللي بيحب المسلسل يطمن واللي ما بيحبش المسلسل ربنا يعينه على نفسه السلام عليكم